الأخبار. موجز الأخبار، أهلا بكم. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم على ضرورة تطبيق القانون على كل من يقتضي القانون تتبعه، خاصة وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ملك للشعب التونسي. وجاءت تأكيدة سعيد خلال لقاء جمعه بقصر قرطاج مع وزير النقل ربيع المجيدي، بحث عددا من المواضيع المتعلقة بواقع النقل في تونس سواء البري أو البحري أو الجوي، علما وأن تونس شهدت مطلع الأسبوع الجاري حادث قطار خلف العديد من الجرحى. وتطرق اللقاء وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية إلى الصعوبات الناتجة عن سوء التصرف وإهدار المال العام والاعتداء عليه، وهي صعوبات أكثرها مفتعلة. واستعرض اللقاء كذلك عديد مشاريع النقل التي من شأنها تطوير هذا القطاع الحيوي، وخاصة مشروع القطار السريع الذي يربط شمال البلاد بجنوبها. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن عملية رصد هلال شهر رمضان ستجرى في تونس بعد غروب الشمس يوم الجمعة غرة أبريل 2022. تمكنت فرقة الحرس الديواني بالمهدية إثر القيام بدورية مراقبة وجولان من ضبط شاحنة خفيفة ذات ترقيم تونسية وإخضاعها إلى التفتيش الدقيق، حيث تم العثور داخلها على مبلغ هام من العملة التونسية قدر ب 353,700 دينار تونسي مخفية داخل الشاحنة. وأضافت الإدارة العامة للديوان في بلاغ لها أن صاحب الشاحنة أكد عدم توفر وثيقة تثبت شرعية مسكها، وقد تم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بحجز المبلغ المالي ووسيلة النقل وتحرير محضر في الغرض. من أخبار العالم، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم إلى الحفاظ على قنوات التفاوض مع روسيا من أجل وقف التصعيد في أوكرانيا. وصرح الرئيس الفرنسي في ختام قمة مجموعة السبع الكبرى وحلف الناتو التي عقدت اليوم في بروكسل بأن الحلفاء سيستمرون في تزويد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية والقاتلة بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية. نهاية موجز الأخبار، قدمته لكم.